قال الجيش الأوكراني إن الطابور من 32 دبابة و16 من أنظمة هاوتسر المدفعية وشاحنات محملة بالذخيرة والمقاتلين عبرت إلى شرق أوكرانيا قادمة من روسيا. وذكر المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندري ليسنكو يوم الجمعة إن نشر معدات عسكرية وإرسال مرتزقة روس إلى الخطوط الأمامية ما زال مستمرا، مضيفا أن 5 جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب 16 آخرون في الساعات الأخيرة رغم سريان وقف إطلاق النار. وتلك التقارير أشار إليها أيضا حلف شمال الأطلسي، حيث قال إنه شهد زيادة في القوات والتجهيزات الروسية على طول الحدود الأوكرانية. وقال مسؤول بالحلف إنه إذا تأكد عبور إمدادات عسكرية فسيكون ذلك دليلا إضافيا على العدوان الروسي والتدخل المباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا. وتأتي التقارير بشأن تحركات المدرعات الروسية عبر الحدود بعد اتهام وجهه الانفصاليون يوم الخميس للحكومة المركزية بأن قواتها تحضر لعملية عسكرية جديدة وهو أمر نفته كييف على الفور. واستمرت أعمال العنف المتقطعة منذ إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 5 سبتمبر الماضي بهدف وقف مؤقت للصراع الذي حصد أرواح أكثر من 4000 قتيل. وبدا وقف إطلاق النار هشا على وجه الخصوص هذا الأسبوع مع تبادل الانفصاليين والحكومة المركزية الاتهامات بخرقه إثر تنظيم قيادة الانفصاليين الأحد الماضي انتخابات في مناطق يسيطرون عليها والتي يطلقون عليها اسم جمهورية الشعب. رحاب علاء، رويترز.